الامريكان احنا يبيعوننا لازم يحتلوننا، غير من الدول كل دوله غير يبيعونا يعني لازم يحتلوها. انت افتهمت انا ايش حكيت؟ هسه الغير مني يبيع لي يعطيني بيع لي كامل، مو يعطيني اف 16 بها صواريخ جو ارض، يعني بس الاهداف الارضيه. بس اذا هسه تجيني طياره تركيه تخترق الاجواء، او طياره تابعه للكيان الصهيوني تخترق الاجواء، انا ما عندي امكانيه اطير طياره واضربها بالجو، لان الامريكان ما اعطوني صواريخ جو جو، ما سلحوها، يخافون على نفسهم. وهذه كارثه كبرى. اليوم انا كسلاح جو انا ما عندي امكانيه اوقع اي طياره ولا اي صاروخ، ولا عندي امكانيه اكشف الطياره واقدر احكي ويا الطيار، يابا انت دخلت الاجواء العراقيه، انت اقتربت، لحن يعني لا اقدر اطير لها سرب على مود يضربها، بيش اضربها؟ ادري اضربها بكاتيوشا، اضربها باربيجي.